خليني اخد معانا على التليفون صديقي العزيز وكاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير الوطن. اهلا 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 اهلا. يا مساء الانوار استاذ يوسف. يا مساء الحلويات والسكريات والافتتاحات والانجازات. يا رب يكرمك. يعني شوف النهارده هو ايه اللي بيحصل بالظبط. اه والله ايه اللي بيحصل؟ لازم لا يعني لازم نبص للمساله بعمق يا يوسف. المساله دي دوله بتحل مشاكلها العظمى. مصر يوسف تقدر تقول، والرئيس حتى اشار لده اكثر من مره، البلد دي 100 سنه ما اتعملش فيها حاجه تليق بجلالها وقدرها. صح. انت بتتكلم على 2.25 مليون فدان. طب هي مساحه الرقعه الزراعيه في مصر قد ايه؟ اللي هي بلد مصر دوله عظيمه زراعيه. كام؟ 8 مليون فدان. 8 مليون. طول عمرها منذ يعني 7000 سنه. انت بتعمل في 10 سنين 2.25 مليون فدان، يعني بتتكلم في كام في الميه؟ 25% بتزيد من مساحه مصر الزراعيه. ده غير توشكى الخير، غير سينا، غير الصعيد والوادي الجديد. احنا بنتكلم على مشروع الأورجانيك واحد. الأورجانيك الدوله المصريه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ايه زادت الرقعه الزراعيه؟ بتتكلم في 2.25 مليون فدان. طب هو انت عندك كم مليون فدان؟ عندك 8 مليون فدان. طب بص على 8 مليون فدان دول، بص عليهم نظره بعمق كده، هتلاقيهم انتاجهم المحصولي ال 2 مليون وربع افيد منهم. ليه؟ لان ال 8 مليون يا يوسف مفتتين. صح. مفتته على صغار المزارعين. انت مش هتلاقي مزارع عنده احسن مزارع فيك يا مصر ما يزيدش عدد الرقعه الزراعيه عنده عن 10 فدادين. ده اللي هو من اثرياء 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 القرى والكفور والمحافظات. لانه ده معناه ايه برضه يا يوسف بعد اذنك؟ معلش قول. ده معناه ان انت عشان انت تعمل بيئه زراعيه حقيقيه ومنتجه وفاعله وتكفي من احتياجاتك الداخليه، لازم مساحات زراعيه شاسعه واسعه عشان تضمن ان يتطلع محصول تقدر عليه تقول عليه محصول يسد الفجوه الزراعيه، تصدر وما شابه. انت ما عندكش 8 مليون فدان دول. خد بالك 8 مليون فدان دول يا يوسف دول المحصول اللي اتبنى عليهم في ايام الثوره قبل الثوره. صحيح. اللي جرى عليهم تعديات وتجريف وهلم جرى. اللي عليهم اكتر من مليون فدان ده غير المفتتين. انا بكلمك على تفتيت حاجه، ده اللي بيخليك لا تنتج محصولا قويا حقيقيا. صحيح. انت رغم ذلك انت بتصدر موالح، افضل بلد في العالم بتصدر موالح والكلام ده كله. ده نتيجه بعض الزراعات اللي هي اتعملت في الفتره الاخيره. صح. انت بتتكلم في 2.5 مليون فدان. دول زيادة رقعة مصر الزراعية واحدة. ازاي زادوا في كام سنة؟ في 9 سنوات. تعال بص بقى على طرق الكباري، كام في المية طرق الكباري استزادوا زادت بيهم مصر في هذا العهد؟ منذ بتتكلم في 30% من طرق الكباري مصر منذ بلد الخليقة. انت برضو روح على، يعني انا بكلمك يا يوسف على نقلات قفزات في الدولة المصرية، وليست أمور فقط إصلاح وما شابه. دي أنت بتعمل قفزة في الأراضي الزراعية، قفزة في طرق الكباري، في الشوارع في مصر، وزادت رقعتها البنائية والعمرانية. أنت بتتكلم على قفزة في صناعة الدواء، قفزة في صناعة الأساس. أنت بتقفز قفزات ضخمة في المسألة. هو ده الموضوع. طب هو أحمد تعالى خدني على قد عقلي زي ما بيتقال. طب وماذا عن التكامل يا استاذ احمد؟ يعني احنا نزرع الارض، هو احنا عندنا ميه؟ طب نزرع الارض، هو انا عندي سماد؟ طب نزرع الارض، هو انا عندي تقاوي؟ وهو هنا المصنع ده وعمق مصنع النهارده. زي ما انت تقدمت في مقدمتك وقلت ان احنا ما كناش اصلا بنصنع طرمبات وما شابه. فيتعمل مصنع طرمبات. بتتكلم في مثلا في المياه والتحليه. انت ما عندكش ميه فبتعمل ايه؟ انت بتدور حياتك. انا واقف عند جمله قالها سياده الرئيس السيسي في يوم من الايام، انه راس مال اللي ما عندوش الفكر. طب انت بتبص على عمليه محطات الرفع المياه دي، وبص على المكس، وبص على الحمام، وبص على السرابيوم في سينا. الفكره جت ازاي يوسف؟ جت ازاي؟ صرف صحي وصرف زراعي كان بيلقى في بحيرات المنزله وبيلقى في كل مكان. ايه اللي بيحصل؟ بيتم اعاده تدويره اربع معالجات، ثلاثه واربعه معالجات، ثم انت تروح تزرع بيه ثاني. فانت بتعمل حاجتين. اولا انت بتضمن بيئه امنه صحيه،
ان هذا الصرف الصحي والزراعي بتتخلص منه تخلص امن، بل انك انت بتستفيد منه. انت بصت على فكره مشروع نقل الصرف الصحي الزراعي من الدلتا الى سيناء، بتزرع في كام في سيناء؟ بتزرع في 450 الف فدان اورجانيك. من لا شيء، فكره من لا شيء، صرف زراعي كان بيلقى فين يا يوسف؟ بيلقى في بحيره المنزله، في بحيره المنزله ويبوظها ويعمل تداعيات بيئية مذهل. طبعا مذهل. انت بتصلح بحيراتك. شوف الفكره جت ازاي، هنا عمق المساله. عشان كده انا بشاور لحضرتك يا استاذ يوسف، وبشاور حتى للساده المشاهدين، انه انت ما تبصش على اللي حصل النهارده، بص على العمق اللي بيحصل في الافكار. انت من لا شيء بتعمل شيء، ومش اي شيء، ده شيء عظيم، انك انت تاخد مياه كانت بتلقى وتعمل مخلفات بيئيه يعني سيئه جدا في بحيره المنزله، فهذا العفن، انا اسف في اللفظ، هذا العفن يتحول الى ماده خير يتم معالجته، ومعالجه المياه الصرف الصحي والمياه الصرف الزراعي، وتاخدها تنقلها في سيناء عشان تعمر سيناء هذه البلده سيناء التي لم تعمر منذ بدء الخليقه، تعمرها وتحارب بها الارهاب، وتحارب الارهاب بالتنميه، وتعمل 450 الف فدان هناك. الفكره دي جت ازاي يوسف؟ هو هنا العمق، هنا في المساله. تروح تراجع على طول لكلمه الرئيس ذات يوم عندما قال ان انت راس مالك الافكار، انت ما معكش فكر، الفكره تخلق لك. كذلك زي ما انت اشرت النهارده، شوف المصنع بتاع النهارده بيعمل ايه. يعني اضيفك من الشعر بيت، ارجوك، انت بتعمل ده كله في انهي وقت؟ الاقتصاد العالمي كله، الاقتصاد العالمي كله في أزمة، وتداعيات خطيره بتحصل في امريكا، ولاول مره خلي بالك اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي ده ما حصلش منذ الحرب العالميه الثانيه. صحيح، عشان بس الناس، مش 2008 والاقتصاد العالمي، لا، الحرب العالميه الثانيه. رئيس جي بي مورجان قال كده بالظبط، قال ده اعصار اقتصادي، ما احناش عارفين هنطلع منه ازاي. وبيهز مين؟ انت امبارح احدى المؤسسات القياس الاقتصادية ووصفت الاقتصاد الامريكي بايه يا يوسف؟ سلبي. سلبي، اديته موديل تقريبا. عشان بس اكون دقيق كده، اديته مؤشر سلبي، مش يعني اديته، يعني اخدته من المستقر اللي سلبي، يعني ناقص حاجه كده. تتكلم على اقتصاد مين؟ اعظم دوله في العالم، عظمه امريكا مش قوه سلاحها على فكره. الناس بس فاكره انه امريكا لا، بقوه اقتصادها في الاول. هي قوه عسكريه عظمى طبعا بلا شك، محدش قال كده، لكن هي قوه اقتصادها، قوه عظمه قوتها في الاقتصاد. بتتكلم على دوله بتهتز هزه عنيفه، الولايات المتحده الامريكيه، ما بالك بدوله اقليميه عظمى؟ طبعا مصر دوله اقليميه عظمى طبعا في المنطقه طبعا، لكن بتهتز هذا الان. ما يمر به الاقتصاد العالمي وما تفعله مصر في هذه الايام وهذه السنين، انت بتتكلم في اربع سنين الاقتصاد العالمي تهز هزه عنيفه. هزه كورونا ما كانتش هزه طبيعيه يوسف اطلاقا، ما كانتش هزه طبيعيه، ما حدش خد نفسه حتى الان. ثلاثه، الحرب الروسيه الاوكرانيه، ومع ذلك الدوله المصريه تقف على قدمين ثابتتين وتفتح كل يوم مشروع. عندك رئيس دوله بيفتتح مشاريع ويكمل في مشروعات. في تاثرنا؟ طبعا في تاثرنا، بس هل الاراده لانت؟ لا. هل العزيمه قلت؟ لا. هل عزيمه رئيس الدوله قلت؟ لا. هل عزيمه الحكومه قلت؟ لا. هل المجتمع المصري لا ينبض؟ لا، ينبض، وينبض بالحياه ويتحدى كل شيء. هو ده موضوع النهارده وموضوع كل يوم، ادي اللي انا واقف عنده يوسف. والله العظيم انت كده زي ما يقولوا كده وقف على كبد الحقيقه واظهرها زي ما بيتقال. خليني اشكرك الاول احمد، جدا 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 نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان انا اشوفك قريب بره الاستوديو وبره الهوا، واشوفك قريب تاني جوه الاستوديو وجوه الهوا زي ما دايما بتيجي تنورنا وتفيدنا. الحقيقه كل الشكر للاستاذ احمد الخطيب، كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الوطن.